حلوان عايزين بسكوت بالشوكولاتة عايزين بسكوت بالشوكولاتة الحلوان يا أطفال فكر حبة وبعدين قال بسكوت بالشوكولاتة مفيش يمكن في عندي البقال يمكن في عندي البقال البقال قال اشتروا سكر خدوا بفلوسكم كلها سكر حتى اسألوا أبريق الشاي أبريق الشاي أبريق الشاي أنا أبريق الشاي بوف أصب الشاي وارجع كده وأعرف برضو يا كتاكيت أحكي حواسيك كان يا مكان وفي طنه أحمر كان يا مكان وفي طنه أحمر لابسة أمور اسمها مرمر وعالي العال حاجة ظريفة وعالي العال لكن فجأة حصل زلزال أتاري الفيل أبو سلومة عمال يرقص في الأدغال عمال يرقص في الأدغال جوه الأدغال الهندية الفيل بيغني أغنية ويقول أنا وأنت يا سلومة سوا أبريق الشاي أبريق الشاي أبريق الشاي أنا أبريق الشاي إيدي كده بوزي كده أصب الشاي وأرجع كده وأعرف برضو يا كتاكيت أحكي حواديت كان في بلاد العجايب مالوش نايب والثعلب بره مالوش نايب الثعلب قدامهم فاق وبديله سبع لفات الثعلب قدامهم فاق وبديله سبع لفات كل الحفلة قالوا له تتعلم ابعد عنا عشان يرضى ابعد عنا عشان يرضى تعالوا بقى فيها يا خفيها واقلب فناجيلها وعشان اكسبه واجننكم راح اخبي ابريق الشاي ابريق الشاي ابريق الشاي انا ابريق الشاي ايدي كده بوزي كده اصب الشاي وارجع كده واعرف برضو يا كتاكيت احكي حواديت كان ايه في ايه واحد مزيكاتي كان ايه في ايه واحد مزيكاتي ومع صاحبه مألفاتي غرقت ومركب عام 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 لجزيرة القرصان زناتي اتنين كانوا طوال وعرار ان كان جف عن الامراض بقوا كده من الابواب الساقعه السمك البول طلع الضب أي إحنا كده كويس يلا نخش عليه المجلس ونهني أبريق الشاي أبريق الشاي أبريق الشاي الغنوة دي مش عارفها يلا دلوقتي نأبريق طب أنا أنا أبريق الشاي إيدي كده إيدي كده بوزي كده بوزي أصب الشاي أصب الشاي وارجع كده